عدنان عبد ربه فلاح منطقة الكريب ولاية سليانة، نتعاطى في النشاط هذايا فلاحة الحافظة بتقنية البذر المباشر حوالي 17 سنة. الغطاء النباتي الميت اللي هو بقايا يعني استغلال الأرض من حبوب أو بقوليات، هو اسمه منه فيه ميت، يعني أنه بالمرعى متاعنا يعني في الصيف ترعاه قطيع الأغنام تنقص يتعرى، يعني الأرض تتعرى، فهمتني؟ على عكس الغطاء النباتي يعني الحي هو دائم، فهمتني؟ حتى في وقت الصيف حتى كي تسرحوا الواحد تبقى العروق يعني حية، اللي هي تساهم يعني في التركيبة متاع الوطاء وتحسن يعني تغذية الأرض من الأزوت من الواحد. ثانيا يعني تطويل مدة الرعي في الحقول هذه أكثر، فهمت؟ الغطاء اللي استعملناه هو الفصة الأفريقية، وقع الاختيار على هذا الفصة من يعني على أنها ما تستهلكش برشا ماء، وتساعدنا في المنطقة هذه اللي هي شبه جافة، وجربنا نحن السلة وجربنا برشا حواج، وقع يعني الاختيار هذه هي اللي لقيناها تمشي وتقعد يعني بالثلاث سنين بالأربع سنين بالخمس سنين نجم تقعد ديما إذا كانت تخلي لها زريعة متاعها تطيح غاديك، يعني على الدوام الديرابيليتي متاع الواحد. ثانيا يعني عندها المزايا يعني اللي عروقها تهبط ياسر يعني في الأرض قرابة 8 متروات، يعني هكاينها محسوب، وعندها يعني حتى يسموها البريود دو دورمونس متاعها، يعني وقت اللي هي تنام ما عادتش يعني فيها حركية، نجمو نزرو عليها مثلا القمح ولا القصيبة ولا سريال، وكان فهمتني هذا كما يقعش الكونكورنس متاعها. والمزايا متاعها الأخرى اللي هي من فريق من فصيلة البقوليات وتفيكسي، يعني المونيتر اللي نقول نحن الأزوت، فهمتني؟ في الصال، فهمتني؟ تعاون على تثريت الأرض. النتائج هي الأولية، فهمتني؟ تعتبر مشجعة، على خطر يعني عنا تحسين يعني في الجرين مثلا متاع القمح، في الكاليتي متاع الجرين متاع القمح عنا زادة، نقصنا من الليزانترون هذوما كيف المونيتر والواحد والمواد يعني نزيدوها. ثانيا يعني حتى من تحسين لسو برودوي مثلا التبن متاعها أكثر يبدا ريش خير من التبن يعني صافي متاع قمح. مازالت بعض التعديلات اللي مش نعملوها على خطر التجربة هذه عندها قرابة 3-4 سنين وماكسيموم، يعني اللي بديناها فما تعديلات، مثلا اختيار دوز دوسمي يعني القيمة متاع الزراعة متاع القمح على الفصة ولا القصيبة على الفصة ولا التريتيكال على الفصة، فهمتني؟ وهي بيدها حتى زراعة الفصة يعني باش تعديل زادة في الزراعة متاعها. مع بدينا ناخذ التجربة على يعني مثلا التعديلات بالنسبة باش نداويو الفصة، على خاطر جينا عوام مثلا سخونة اللي الفصة تحاول باش تغلب القمح، زادة عملنا فيها يعني تحسنات يعني في التعامل معاها باش نسمحوا للقمح يوصل يعني في أحسن ظروف للحصاد. هو كل فلاح يعرف شنية الحاجات اللي تتماشى معاه يعني في الأرض متاعه، أما ننصحه أنه يبدأ على الأقل يعني يبدأ حتى يعني بقطاع ظريفة ينجم يتحكم فيها، وهو اللي ينجم يلقى الحلول متاعه، على خطرها هذه التقنية هذه المزايا متاعها يعني كبيرة ياسر، خاصة للسعي، فهمتني؟ اللي هو ينجم يتحكم يعني في الصروح متاعه وكذا. ثانيا تنقيس المواد
اللي يجيبها كيف المونيتر وكيف الواحد بمرور يعني الزمن ينجم يحسن الأرض متاعه وتعطي إنتاج يعني خير وكاليتي خير بالنسبة للحبوب ولا يكون استغلال الأرض زادة يعني محكم على طول العام. حاتم الشيخ محمد باحث بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس اختصاص العلوم الزراعية، نشتغل على الفلاحة الحافظة تقريب منذ 10 سنوات. انطلقت تجربة الزراعة الحافظة بتونس تقريب منذ سنة 1999، توا ما يقارب 17 سنة تجربة تونسية، وكانت تسمى أو بما يعرف عند مغلب الباحثين أو الفلاحين المزارعين بالبذر المباشر. في الزراعة الحافظة هناك كثير من التقنيات، من بين هذه التقنيات ثم بما يسمى الزراعة على غطاء نباتي دائم حي أو الزراعة على غطاء نباتي دائم جاف. احنا في تونس توا منذ 1990 كنا نعتمد في الزراعة على غطاء نباتي جاف، يعني على بقايا الزراعات السابقة، لكن توا في نطاق مشروع الفلاحة الحافظة بمنطقة شمال إفريقيا اللي ممول من طرف فرد، المشروع هذا موجود في تونس وفي المغرب. الزراعة الحافظة ترتكز على 3 عناصر أساسية: العنصر الأول عدم حراسة التربة، العنصر الثاني الزراعة على غطاء نباتي أو غطاء نباتي دائم على سطح التربة، والعنصر الثالث هما روتاسيون كولتور أديكوات، يعني تداول زراعي محكم. بالنسبة لاختيار الغطاء النباتي الدائم، أول حاجة يلزم يكون نبتة نسميوها اون سبيس بيران، يعني ماهيش حولية، مش بتاع سنة واحدة، تنجم تقعد في التربة 3 أو 4 سنوات. كيما مثلا الفصة، هذه الفصة هي اللي قمنا بتجربتها في تونس، جربنا نوعين من الفصة، جربنا لليوزيرن جابسيان الفصة الجابسية، وجربنا لليوزيرن افريكان. النتائج اللي حصلنا عليها اللوزيرن افريكان عطات احسن نتائج من الفصة الجابسية، بما انه التجارب اللي قاعدين نقوم بها في مناطق شبه جافة اللي معدل الامطار يتراوح بين 400 و 450 ملم، والفصة الجابسية تتطلب كمية من الامطار اكثر من المناطق شبه جافة او في نظام المروي.